راح أتكلم عن الخطوات الأساسية والبسيطة لوقف أي نزيف. في البداية أنصح الجميع بالاتصال على رقم الأسعاف والطوارئ الطبية 112 أو أي أحد من اللي حواليك يقوم بالإجراءات الاتصال، وعلى طول نبتدي بالضغط باستخدام اليدين على الجرح. بعد ذلك إذا كان في ضمادة أو قطعة قماش كذلك نجيبها، تكون أفضل من الإيد، ونواصل الضغط. وإذا كان في يمنا اللي هم يسمونه تورنيكيت أو أي حزام أو أي شيء تقدر تربط فيه، حتى لو كانت قطعة هدوم، تي من فوق الجرح تماما تربط الجرح، وكذلك تحاول أنك تواصل الضغط حتى وصول الأسعاف. أنت بهالطريقة قدرت تحافظ على قطرات، أي قطرة دم تقدر تحافظ عليها ممكن تنقذ فيها حياة إنسان.